قدوميها قبل كسنة أحمد عبدي فراي شير شرائد وارباهين تاكولاها اللي وحا وكوشيه غي وجيدادة وفدي كاترسن حكومة دا سومالي لان وكاكو بانشان وزير وسو غاري عيلف وين مانتا وحانا قدوميه وكاور بحيه وجيدادة سفر سعودالك وزير داني ومركي عيلف وين سو غارين كاقاب صدي إني وارباهين تاو ورمان وحانا وسو غاري قبل كسنة كاران تقبل عيلف وين هو أهير يدي الشقاقه وكالعضي دلك يلا مشادو براهاي داو عبراهاي وزير هذا جمهورية سومالان وأهشم وزير أوه جامين أيوه وزير كجاشان لقى مباني أحمد حاج على عظمي أيوه وزير كفورميشن ك أما ورفا فينتا مستر عظمي وزير ك دبتوشيتا مستر علي ريجل وزير ك دولست هودا دولست إيه هودا مستر فرحان وزير الدولة مستر خيرا لما انتهت با هالكرين نووي بعدين وحا آن نكسور نوويني دقمد العلفوين يقودها بكل بسناك ونمكا وضياشا وزير هذا وفتد هاي وحا آي ووي بعدين نبتي كالعضي دقمد العلفوين اللي واحي هذا كراتر سنقول كسناك اللي مشغل يدعو عباي كالشين تدخل ولا لا يعني وحا آد هبيراتي ودحيوه يعني كني مشكلة داسي هاي نحمرتي إن مدن قدومية وحمان تور قبتشوك بدك هيد إن مركي وفتي جهري وزير ذا هاي أرنت أنا يمادين أرنت يجو قدي أسراي أو قبيلة هاي أي كتجين سل وزير كي وزير داري ما قدان اللي بدري إن وزيرك هلا أي قصة كرري إمنك ما هيك بدري دوران سيم كلات هاي إني إن أرنت أنا حالة ده هالكي دي هوري كبلا من تاي كنا قدون وحوي وزير كدو ويمادين هدي أي مادين ترى أبو بلان وبيلا وكتاب بقى عن اللوصة وأريد إن أنا هالك أكون أعرفني وخلوا لمن نبض إلى أي إلى لسه وأي يعني والله هذا الحال وحكي كده بتي وحكي صلي سكون أيام با أي دعم مرتلا وأدري وزير هذي تمر ولا ما يشوقين خلوا من يشوقين ما يسوا كأن لو أن وقاضوا مرك أي تتكاسي وحلا كان يلا هذا ما أنت كأن برا القبنا يا عدي ديدا من الشيء تبي دوره يعني قانكو من الشيء تبي دوره كونه أي كب الدليل سل عن رجينا يو إن أي محام كل هذاي فلنتي يأتين تيدي أي وضع وسيرة هرنا ويد دليل وادوجيد أنا قلت هرنا كمان ده لا يا ما القرى قلت دي الله صار على حد كأنا ده ما يهين ما يقرقين وسيرة يظهر شيء وضع ومل في عن قلت على حد أي مرة يسوع oo aad ogsoonaydeen rag la dhaariyay oo kitaab la mariyay ayay ahaayeen sida awgeed waxa weeye iyada oo markhaatiyadii wax gabagabo ay uga harsan tumaan iyo laba ayaa fidbadan dhacday intii dhimanaysana cid baajinaysa ma jirto guddi baa loo saaray oo wasiirka arrimaha gudaha idinka baa u saartay xukuumad ahaan inaa arrintan ay xalileen markii laba casho ama maalin ay ka harsanayd inay arrintan go'aanka gaadhaan go'aankii dibadda u soo saaraan ayaa fadqaladan ay sidoo kale wafdigan ayaa waxa qayb ka ah labada janan ee ciidanka booliska Soomaaliland iyo sidoo kale ka militaryga oo laga yaabo inay elefoon soo gaaraan waqtiyada soo socda si kastaba ha ahaatee magaalada elefoon oo markeedii hore ahayd xiran nabadeed ayaa haatan isu beddeshay goob laga cabsii qabo amaankeeda isla markaasina ay saldhig u noqoto xera ciidan Cabdiraxmaan Sayliici Bulsho TV elefoon